خوت، السلام عليكم. مساء الخير، مساء النور. نتمنى تكونوا سعداء، تكونوا فرحانين بزاف. حبيت نشارك معكم واحد التجربه اللي قمت بها خلال هاد الاسبوعين اللي دازوا، والصراحه لقيتها انها مفيده وبغيت نشاركها معكم، لانها يمكن انها حتى نتوما تستافدكم وتنمي بعض الافكار عندكم. فهاد الفكره اخوتي وهي انني جربت الكتب المسموعه. يعني كتلقى شي كتاب شي واحد تيقراه ومسجلو اونلاين وكتيليشارجيه انت وكتبقى تستمع ليه. فكان الحلم ديالي انني نقرا واحد الكتاب اللي هو الخبز الحافي ديال الكاتب المغربي محمد شكري. هذا الكتاب كان طاح في يدي في سنه 2000. كنت ساكن مع شي اصدقاء، كنا في ديك الساعه كنا مازال طلبه، كان ديك الساعة كنقرا في السنة التاسعة أساسي، وكانوا معايا شي دراري تيقراو في السنة الأولى ديال البكالوريا. البكالوريا فيها ثلاثة ديال السنوات كما هو معروف، السانكيام والسيزيام والباك. كانوا تيقراو معايا في السانكيام، وواحد خور كان في السيزيام، وكان من بين المقررات عندهم في هو هاد الرواية ديال الخبز الحافي. وما ساعدنيش الحظ باش نقراها، ولكن هاد الأسبوع هادي قريتها. وهاد الكاتب مغربي اللي عصامي من خلال الروايه ديالو، يعني دوز تكرفص في حياته بزاف. كان فقير وريفي، كان حاضر من اصول ريفيه، هاجر من الريف، جا لطنجة رفقة العائله ديالو. كان الفقر ديك الساعه، وكان الناس كيموتوا بالجوع، وكان الوقت صعيبه حسب ما جا في الكتاب. ملي جاو لطنجة وجاو كانوا ساكنين عايف بيت واحد هو وامو، وكان عنده واحد خوه صغير اللي كان معاق وكان تيبكي بزاف ما كيسكتش. وباه كيعاود بان باه هو اللي قتل خوه الصغير، قال لك الوالو عنقو قتلو وداو دفنوه في المقبره. باه كان تيسكر بزاف، كان تيشرب بزاف، يعني دوز طفوله صعيبه بزاف. من بعد من طنجة دوزو فيها واحد الفتره عاوتاني مشاو لتطوان. تطوان كذلك مشى بدا تيخدم في شي قهوه تمايا، دبر له شي خدمه في قهوه تما في تطوان، القهوه فيها اللي تجمعوا فيها السكيريه والحشيش وداك الشيء، التبله دري صغير والتبله. من بعد عاود ثاني من واحد الفتره في تطوان هاجر مشى للوهران في الجزائر عند عائلته تما، مشى هما وباه، وباه خلاه تما وجا ضرب يمكن شي 6 شهور تما عاوتاني ولا رجع للمغرب. تما في وهران كان خدم عند واحد فرنساويه ولا اسبانيه كما تيذكر في الكتاب ديالو، كان تيغسل لها في الدار المعان. واحد النهار طلب منه راجلها يصب ليه الكراسن ديالو، وما بغاش، وباقي صغير دري صغير. وقال هذيك الاسبانيه، قال لها حنا في العدد ديالنا يعني الراجل ما تيغسلش الكراسون ديال الراجل، هادشي كتقوم به المراه، انا ما يمكنش ليا نقوم بهذا الفعل هذا. وكان يعني كان 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 الرد ديال هذيك الاجنبيه جاتها غريبه، علاش الراجل ما يقصش الراجل؟ قال حنا المغاربه عندنا كرامه وهادشي ما مسموحش به عندنا حنا المغاربه. من بعد رجع دار مشاكل مع تما، وقع عليه مشاكل مع شي دري صغير، حيت هو كان هو في هذا الفيلم في هاد الروايه هذه تيتحدث فيها على تجاربه الجنسيه بزاف، عنده طابع جنسي يعني تيذكر فيها التفاصيل الجنسيه وتوصف يعني داكشي اللي كان كيقوم به. وكان وقع له شي مشكل مع شي صبي تمايا اغتصبو، وهذاك الصبي مشى شكا لعائلته، وعائلته جات عند خالته لانه هو كان بقى تما في وهران مع عند خالته. ديك خالته ما عندهاش الاولاد، كانت مربيه هي اللي كانت بعد ربيه، صعب بقات يدير لها المشاكل بزاف. هي فاش رجع بحالو للمغرب، ملي رجع بحالو للمغرب رجع لتطوان، ضرب واحد المده قصيره عاوتاني وتخاصم مع باه وهرب له ومشى لطنجة. هي تما فين قضى الفتره الكبيره ديالو في الحياه، قضى واحد الفتره تما في طنجة اللي مشى بدا تيخدم في التهريب، بدا تيخدم في الشفا، وكان تيسرق في الاول. من بعد ولا يخدم مع المهربين، ولا كيبيع ويشري في داكشي ديال الساعات والفولار ديال العيالات وداكشي كانوا تيبيعوا الاجانب. وكيعاود على واحد اللحظه اللي وقعات في اللي عايشه هو، هي في ديال 30 مارس 1940 على الانتفاضه اللي كانوا
اللي كانوا دبروها الاسبان، لان مدينه طنجه كانت مدينه يعني كتخدع يعني كانت تخدع الحكم يعني العالمي. كان النظام ديالها ماشي بحال المناطق اللي تابعه الاسبان واللي تابعه الفرنسيس، كانت منطقه دوليه. والاسبان قاموا بواحد الخديعه وجابوا استغلوا الناس ديال البوادي، جابوهم لطنجه وقالوا لهم خصكم تهاجموا، يعني داروا لهم نوعير باش يهاجموا الشرطه ديال الاجنبيه وداك الشيء، وماتوا فيها مغاربه بزاف. يعني الاسبانيون كانت باغا تغير النظام ديال مدينه طنجه باش تستحوذ عليها هي، وماتوا فيها مغاربه بزاف. وكيوصف هو في هذا الكتاب هذا، كيوصف فيه ديك الاحداث، يعني كيموت بنادم بالقرطاس، يعني ما كاينش مشكل. وما بينوش العدد ديال كتب لي واحد الظاهره في القمر، غادي نحاول نشوف واش شدها لكم ولا ما شداش لكم، بغيت نكمل لكم. كتب لي بحال قاسمها شي حاجه، مع الاسف التليفون ما غاديش يشد ليا، غادي يزوم ليا بزاف باش نشارك معكم اللقطه. نكمل لكم. هو محمد شكري كما قلت كيوصف هذيك الاحداث كيفاش وقعات وبنان كيموت وكذا، وقال لك في هذيك الوقت يعني هذوك الاعداد ديال الناس اللي ماتوا، يعني ما صلوا غير على شي مثلا 7 الناس ولا 8 الناس في الجامع الكبير في طنجة، والناس الاخرين اللي ماتوا لاحوهم في البحر. ومن بعد واحد السيمانه بدا البحر كيلوح بنادم، كيلوحهم باقي ما ينط كيلوحوا البحر، كاين اللي ما مضروب ما فيه اثر القرطاس لا والو، كيتلاح في البلايا في البحر. يعني كيعاود لواحد الفتره اللي كانت صعيبه من المغرب. ومن بعد كيطرق الكاتب كيفاش في نهايه الكتاب ديالو، كيطرق على كيفاش غادي يبدا، كيفاش وقع له باش غادي يبدا يقرا، كيفاش باش يلتحق بالعلم. كيعاود لواحد صاحبه اللي كان معاشر معاه، كان قاري حتى هو، وكان شي يجلس معاه في القهوه. ودابا كيجيبوا داك هو محمد شكري، قال لك كنت كنشري كنشري داك الكتوبه ديال اللي فيهم اللي كيصدروا مجلات عربيه، كانوا فيهم ديك الراقصات المصريين كيتصوروا يعني بحوايجهم عريانين، وكان هو كيبغي يتفرج على ديك التصاور، وكان صاحبو تيبدا يقرا ليه يعني شنو كاين في ديك المجلات ولا ديك الاخبار ديال جمال عبد الناصر ديال انور السادات، يعني ديك الحقبه اللي كانت. وكان ديك صاحبو تينوض في القهوه وبدا يشرح لهم، يعني هو قاري وفاهم، يعني شحال كانت الاميه في المغرب بزاف، يعني كانوا الناس ما قارينش بزاف. وهو محمد الشكري كان بين هاد الناس ديك الساعه، كان العمر ديالو حوالي 20 سنه، وصل من العمر الحقبه هذيك كيتحدث فيها ملي كان عمره 20 سنه. كذلك صاحبه كان يبدا يعاود لهم كيفاش يقرا لهم الاخبار وكذا، ويعاود يشرح لهم وكذا، وكان تيحقرو فهمتي، كان ديما حاقرو تيقول له انت ما تقدر لا تكتب لا تقرا لا هذه لا هذه. هي فاش ما فاش حاول يتقرب من هذاك الصديق ديالو، قال له انا بغيت نقرا وهذه، ومشى هو من ذاته لراسو مشى شرا كتوبه كيفاش يتعلم ويقرا، وتلاقى مع واحد صاحب واحد اخر اللي نصحو باش يمشي يقرا في واحد المدرسه، وكتب له واحد الرساله باش يمشي يلتحق بهذيك المدرسه تما فين بدات المرحله التعليميه ديالو. فحاولت اني نلخص لكم الروايه في هذه الدقائق القليله، اتمنى انني نكون شوقتكم باش تمشيو تقراو هذا الكتاب هذا. غير هو الكتاب هذا فيه كيتحدث فيه بزاف الناس، بزاف النقاد اللي تحدثوا على هذا الكتاب هذا بانه عنده طابع جنسي، يعني كيتهموا محمد الشكري بانه يعني كيعاود على التجربه المغامره ديالو الجنسيه بزاف مع البغيات ومع البورديل ومع، ولكن هو بلاتي تشوفوا من الناحيه ديال الثقافيه ديال الكتاب هذا، كيعاود على واحد الفقره مهمه من المغرب، وكيعاود على واحد الشريحه كبيره من المغاربه اللي عانوا في هذيك الوقت هذيك في الحقبه الاستعماريه. فكنصحكم تقراوا هذا الكتاب هذا. اتمنى انني نكون بهذ المشاركه اللي شاركتكم دابا. هي شوفوا ديروا كما درت انا، هي صعيب باش تشد كتاب وتقراه من الاول حتى الاخر. انا الطريقه كيفاش قريت هذا الكتاب هذا، يعني دخلت في يوتيوب كتبت روايه محمد الشكري، طلعت لي الروايه واحد شي واحد مسجلها وبارطاجيها في يوتيوب حوالي 5 ساعات. نزلتها عندي في التليفون على شكل ام بي 3، وبديت ملي كنكون خدام كندير الكيتمان في ودني وغادي خدام وكنصمت، يعني كملتها في حوالي ممكن نقول يومين. كنت كل فتره كنسمع شويه في الكتاب، كنسمع فيها شويه وكن حتى كملتها.
بهذه الطريقه يمكن لكم انكم تقراو كتبه بزاف بزاف وتستافدوا. نتمنى ان يكون فدتكم وتكون هذه فقره جديده فيما نقرا شي كتاب مثلا، فيما نسمع لشي كتاب مثلا. غادي نولي نحاول نبارطاجي معكم التجربه ديالي. وانا السي احمد تبارك الله عليك، الله يحفظك. يلا اخوت، نتمنى ان نكون فدتكم وحمستكم باش حتى تستمعوا للكتب، لان فهاد العصر هذا ديالنا صعيب باش فهاد العصر ديال التكنولوجيا ديال الواتساب والفيسبوك واليوتيوب والانستغرام، يعني صعيب باش تكتب في يدك. فهذه طريقه انني بغيت نبارطاجيها معكم حتى نتوما يمكن تستافدوا منها. الى عجبتكم الفكره كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، ولا عندكم شي اقتراح ديال شي كتوبه انني يمكن لي انني نقراها كتبوهم لي كذلك في التعليقات. تبارك الله عليكم، كان معكم عبد الصمد، الى اللقاء في فيديو قادم.